السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بس عليكم، كلشي مزيان. كنتمنى إن شاء الله أن هاد الفيديو يلقاكم في أفضل حال وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد الوصفة اللي كيعجب تتعجبنا يعني كاملين، وكتعجب الكبار والصغار، واللي هي لي بالمي. صراحة كيجيو غزالين وبحال ديال الزنقة ومقرمشين، وإن شاء الله يعني تعجبكم الوصفة لأنها سهلة بزاف وما كتطلبش نهائيا مقادير. بقاو معايا حتى نهاية الفيديو باش تشوفوا الوصفة كاملة وتشوفوا يعني الطريقة ديال التحضير. بسم الله على بركة الله، غادي ندوزو باش نشوفوا المقادير والوصفة. أول حاجة كما كتشوفوا هنايا هاد لاباط هي لاباط فيتي، وكما كتلاحظوا فهذا واحد الجزء من لا فيديو اللي كان ديال الملفي. اللي البنات اللي شافوا لا فيديو ديال الملفي غيفهموا علاش كنهضر، واللي مازال ما شافوش انا غادي نخلي ان شاء الله لو ليان في في الاول كومونتير غادي نخلي لو ليان، وديك الساعات يعني يدخلوا البنات اللي مازال ما شافوش لا فيديو باش يفهموني علاش كنهضر. هاد لاباط فيتي كنا صايبناها انا وصديقه ديالي على حساب الملفوي، فكما كتشوفوا فهي كانت قسمتها على جوج، النص درنا به الملفوي والنص بقى، وهو اللي صايبت به انا لي بالمي. صافي، يعني غادي تشوفوا ان هاد الطريقه ديال التحضير ديال لاباط فيتي ما غاديش نعاود عاوتاني نحطها لكم، لان غيجي لا فيديو طويل بزاف، وكما قلت لكم ديجا حطيتها في لا فيديو ديال الملفي، دونك بلا ما تحتاج انني نعاود نحطها، واللي بغى يشوفها يدوز لا فيديو ديال الملفي. صافي، بسم الله على بركه الله. هنايا من بعد ما انا كانت عندي في الثلاجه جبتها وغادي نبدا باش نقادهم. هما تيجيو ساهلين بزاف وكيوجدوا في واحد الوقت اللي هو وجيز. اول حاجه غادي ناخذ وغادي ندير سنيده، يعني سكر سنيده، ما نديروش طحين، يعني غادي نرشو سكر سنيده فوق سطح العمل. من بعد غادي ناخذ داك لاباط فيتي ديالنا وغادي نطلقوها فوق سطح العمل، وكما قلت لكم غادي نرشو سنيده، ما كنديروش طحين، كنبقاو نرشو في سنيده هي باش كيجيو يعني زوينين وكيجيو محمرين ومقرمشين. صافي، من بعد ما غادي نبدا نطلق بهذا الشكل هكا. المهم غادي نبدا نطلق في لاباط فيتي، وكما قلت لكم فهاد لاباط فهي صراحه اقتصاديه، لان كما شفتوا خرجت ليا ديك خرجت لينا ديك الملفوي، وميم طون درنا بها هاد الوصفه هادي. يعني تبارك الله انها يعني طريقه اللي هي اقتصاديه وناجحة 100%. يعني البنات اللي راه شافوا اللي كانوا شافوا يعني لا فيديو ديال الملفوي صراحة كان رائع، وكانت زعما وصفة ناجحة. لهذا يعني كنصحكم انكم تجربوا هاد لاباط، فريمون يعني كتستحق انكم تجربوها، وخصوصا غادي تحتاجوها في بزاف ديال الحاجات، وكما قلت لكم فهي اقتصادية. صافي، من بعد ما غادي نبقى نطلق انا هداك لاباط ديالي بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، وغنبقى نرش في سنيده. يعني انا كنطلق وانا كنرش في سنيده سكر سنيده. صافي، من بعد ما غادي نبقى هكا هذا بهذه الطريقه هكا وانا كنطلق، فكما قلت لكم فهما صراحه وجدوا في واحد الوقت اللي هو وجيز، يعني غير هو راكم عارفين يعني لاباط فيتي كتوجد بليله قبل. صافي، باش تجيكم مزيانه وباش تنجح معاكم. صافي، من بعد ما غادي نطلق هاد لاباط هادي، بعد ما طلقتها غادي نبقى دابا نجمع ليها هكا هي دوك الجوانب باش غادي نبقى نطوي فيها وتجيني مزيانه. صافي، وكما قلت لكم ضروري من سكر سنيده، يعني نتوما كتخدموا نتوما كترشوا في سكر سنيده. صافي، من بعد غادي نبقى نطوي بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. وبالنسبه للسمك ديال ديك لاباط في الطليق، يعني راكم عارفين ما غاديش نديروها يعني غليظه وما غاديش نديروها رقيقه بزاف، يعني غادي يكون سمك بهذا الشكل، يعني ما غاديش يكون سمك اللي هو يعني غليظ بزاف باش عاوتاني ما يجيوكمش من الداخل ما يجيوش يعني مدقصين معجنين. صافي، من بعد ما انا كنطويها كندير جوج طويات على جوج طويات، من بعد كنزيد الطويه الاخرى هي كندير وحده على وحده، سواء من هاد الجهه اولا من الجهه الاخرى، يعني كيكونوا كيف كيف. صافي، وكنديرهم بهذه الطريقه على شكل واحد هكا، تتجي بحال شكل واحد الباكيت هكا طويله ياكو. صافي، من بعد ما غادي نشكل هكا، يعني غترشوها شي شويه عاوتاني بالداك السكر سنيده،
هانتوما كتجيب على هذا الشكل هادي. شفتوا لاباط كيفاش كتجي؟ كتجي رطبه وزوينه صراحه. صافي من بعد ما غادي نرشوها يعني بسكر سنيده، غادي ناخذو عاوتاني وغادي نبقاو نقطعوها. بالنسبه للتقطاع ساهل، هانتوما غتشوفوا غتبقاو تقطعوا بهذا الشكل هكا، شفتوا بهذا الشكل، يعني كتجي على هذا الشكل بحال هكا. صافي يعني عمليه اللي هي ساهله جدا. صافي غادي نبقى غدا حتى نقطع، وكما قلت لكم يعني ما يكونوش غلاض وما يكونوش رقاق. عاوتاني الا درناهم رقاقين بزاف غيجيو قاصحين ومسميتو بزاف. اللهم نديروهم يعني ما يكونوش يعني بين وبين كما كتشوفوا بحال هكا، يعني مزيانين. صافي غنبقى غدا بهذه الطريقه هذه حتى نكمل كاع ديك لاباط اللي عندي. وانا كنخدمي بشويه، وفي نفس الوقت راه يعني كما قلت لكم غادي قبل ما تبداو تقطعوا ضروري رشوا سكر سنيده، لان هي يعني هاد الوصفه هذه ديال لي بالمي، فهي كما كتعرفوا اننا كناخذوها كتكون فيها يعني حبيبات ديال السكر وكتكون يعني حلوه. يعني هادشي علاش خاصكم ديما نتوما كتخدموا يعني قبل التقطاع نتوما كترشوا في السكر سنيده، وما ديروش طحين. يعني كنعاود ناكد عليكم ما يكونش طحين، يكون غير السكر. صافي من بعد ما كملت هاد التقطاع ديال هاد لي بالمي هادو دياولي كما كتشوفوا، دابا غادي ندوز باش نستفهم في واحد اللاطا اللي غادي تدخل الفرن بهاد الطريقه هادي. وغادي ديروا التباعد بيناتهم لانهم هما باش ما يلصقوش، يعني باش ما تلصقش وحده مع وحده. تباعد اللي تراسخ عندنا هذه الكلمه التباعد. المهم ديري وحده بعيده على اخرى، ما تلصقوهمش على بعضياتهم لانهم كما شفتوا هما تيتنفخوا في الفرن وكيجيو على هذه الطريقه. صدقوني جاوا رائعين، وفي المذاق جاوا غزالين، يعني بحال اللي كنشريو من المحلات. والا بغيتوا انكم ديروهم كبيرين على هكا تقدروا يعني باش يجيو بشكل كبير. وكانوا هادو هما لي بالمي ديالنا كما كتشوفوا، كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو زوينين ومقرمشين وعجبوا الوليدات. وكما شفتوا معايا ان الوصفه سهله جدا جدا. وكنعاود نقول لكم بان البنات اللي ما شافوش الطريقه ديال لاباط يدخلوا لا فيديو ديال الميلفي، هو اللي فيه الطريقه، لان نفس لاباط هي اللي استخدمت في لي بالمي. شكرا لكم البنات، شكرا لحسن المتابعه، وكنشكركم بزاف 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 على التفاعل ديالكم معايا مؤخرا. شكرا وهلا يخطيكم. وهانتوما كما كتشوفوا فهما كيجيو يعني مقرمشين. هانتوما شوفوا هانتو يعني ما كيجيوش نهائيا معجنين، فتيجيو مقرمشين. كما قلت لكم كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم، على التعليقات المحفزه ديالكم. شكرا وهلا يخطيكم، والى فيديو قادم. وكنتمنى ان شاء الله دائما كما تنقول لكم انني نكون واحد الانسان اللي انا خفيفه عليكم وكنفيدكم ولو القليل من يعني تجربتي يعني المتواضعه. شكرا، انا كنستافد منكم وكنتمنى انتم تستافدوا مني، والى فيديو قادم.